يعطيكم السلام خوتي المغاربه خوتي المسؤولين الله يجازيكم بخير بغيناكم تعتقونا تعتقونا بصفه تنقولوها من قلبنا راه حنا ما بقينا تنعسوا ما والو كاع الناس هنا ريبو عندنا وليدات طوبة عضات لي ولدي البارح ما عنديش باش نديه ما ولي ما خدام مردم وليت مقابلها وليداتي ما عنديش ما عنديش الناس اللي استافدوا راه استافدوا مشاو كل خدا استفاده ديالو كاين اللي جا البارح وشرا واستافد حنا راه قدام وهدموا لينا لينا وداونا القصدير وجينا هنايا وعندنا الوريقات الوثائق القانونيا وثائق دايرينهم قانونيا على اساس المقاطعات عندنا ذاك قانونيا علاش اللي ما نستافدوش شكون اللي ما خصوش يستافد هو اللي ما عندوش هذيك الورقه باش شرا هنايا ومكيليزيا حنا عندنا وريقات قانونيه اللي عنده ورقه قانونيا خصو عنده حق يستافد لان لست شاري وباش شاري شاري بورقه باش هذيك الورقه انجليزية نادي عدل رجال السلطات المحليه وما شاهدين باننا حنا شرينا واحد الطرف ديال الارض غنستقروا فيه تنجيو تنسكنوا تسكننا بخير على خير داز احصا ما كناش حنايا الناس كاين اللي كان في كورونا كاين اللي ولد كاين اللي تشد بعيد اليوم ما استفدناش حنا تنضيعوا دابا هي كاينه الطراكس تتهدم في المحالات الناس هما حوايجهم مرميين انا ها المحال ديالي ولادي ما بقاوش ينعسوا ما بقاو عارفين لا ياكلوا لا شي حاجه لا يهضروا لا حاجه تصدموا ما بقاو عارفين فين يعطيوا الراس قاعد الناس راه ما مستافداش بحالي بحالهم حتى انا راه سابت الناس خصهم يستافدوا انا انا صراحه الله صراحه الله تنطلب من الناس المسؤولين راه رجال السلطات المحليه هنا قايمه بالواجب ديالها ماشي ما قايماش ولاني راه ما عطاتناش حنا علاش ما عطاتناش حيت كاينين شي مخلوضين هنايا علاش ما بغاوش يعطيونا حيت كاينين شي مخلوضين هنا خلوضوا بزاف في البرارك بحال اش خلوضوا بحال مثلا هذا شرا ارض بناد البريريكا خرج منها اربعه البيبان باع باب ثلاثة مليون، باع هنا بجوج مليون، جاب ولد اختو ولد كل شيء بحال هذاك هذاك ما خصوش يستافد هذاك خصو يمشي تعتقل لان اش ما عندوش حق تبيع في بلاد الدوله انت جاي تساقر <applause> تسكن تشوف الدوله تدير لنا حل هذيك هي المهم ولاني ما عندكش حق حنا راه ما بعنا بيبان مفتحنا فتحنا زينا ما عندنا باش نصلحو تنديروها قزيرة تيجيو هاد المهم تيدوهم لينا تنمشيو نخدمو شهر شهرين نشريو عاوتاني قزيدير لت... الى يومنا هذا جاو دابا قال لك ما محصيينش ما, ما غاديوش ولو عندكم الورقه عندكم الورقة تثبت بانك شاري بالقانون ومن هادشي بالقانون، النهار اللي جيت حطيت أنا وليداتي، جيو عندي رجال السلطات كما مز دابا، يقولوا لي نوض الشريف تقعد، ما عندكش حق هنا، هادشي غير قانوني، وأنت مخليني وفي الآخر ما تعطيني، راه شو راه الظلم هذا، راه الظلم، اليوم الناس كاملة تطلب من المسؤولين، خلينا من المسؤولين اللي هما هنا، هادو قايمين بالواجب. حنا بغينا شي مسؤول من المسؤولين الكبار يجي يهندس معانا يحقق معانا بكلمه بكلمه ويعطينا اللي يستحق يعطينا واللي ما يستحق ما يعطيش هذا الشيء اللي الله يرحم لكم الوالدين الناس المسؤولين حنا اليوم الله يرحم لكم الوالدين تنبغيو شي مسؤول كبير يتداخل لينا الله يجازيكم بخير ولو يعطيك كلمته راه ما ما تيوصلوش لنا هذاك الشيء راه تعطيونا حقوقنا راه حقوقنا خارجه ولكن ما بغاش يعطيوها لهاد هاد الناس الله يجازيكم بخير لما اجي شي مسؤول يوقف على شغله الله يجازيكم بخير ويعطينا راه ولينا تنتهدوا من رجال السلطات هنا حيدوا لنا هاد المهالك وفين غنمشيو قال لك ولا بقيتي حنا عارفين شنو نديروا لك بغيتي للحبس بغيتي ولادك نديهم لك الخيريه واش حنا ولدناهم باش يصلحوا البلاد ويكونوا مغاربه حقيقيا اليوم ها هما تيتسردوا علاش يتسردوا علاش لا يتسردوا هما تيقراو لنا هنا ما بقاوش يقراو اول حاجه اللي هما يهزوا لنا البلاد وبزاف وتيقول لك حنا مالكنا واحد هاد الناس اللي ما زعماش تكلم راه مهده تيقولوا لهم تيقولوا لهم شوفوا اللي بانش كاميرا ولا هضر را غنجيو غنطحطحو وغنديرولو غنديرولو، هادشي اللي كاين، الله يجازيكم بخير، احنا هضرنا شويه غيديو لينا هادشي، الله يجازيكم بخير بغينا الاستفاده ديالنا، وعاش الملك. خويا حنايا هنايا ضايعين، شحال من واحد نصف البراهمه ما محصيش، النص كيقول لك غيضيعهم، شحال يا قلال اللي محصيين، وكيعطيو النمره في جوج ناس. وهاد الناس هادو ضايعين بزاف عندهم وليدات وما عندهمش شحال حاجه المدرسه اول حاجه المدرسه تاني حاجه بزاف د الحوايج ضايعين دراري صغار والناس حوايجهم ما كاين شي حاجه شو اخويا الدنيا كي هنايا شو الناس كل كيطالب بحقوق ديالو حنا حنا ما بغينا والو حنا بغينا نستافدوا بحالنا بحال دوك الناس هادشي اللي باش كنطالبوا ما كنطالبوا والو من السلطات الناس كيجيو كيقول لك غنهدموا لك على راسك غنمشي وحيدوا حوايجكم دابا غنهدموا ليكم كيخلعوهم شحال من حاجه وحنا بزاف اخويا لا اله الا الله تقهرنا كيقول لك سير هنايا كنمشيو سير هنايا في الاخر محسن نص ديال البراهمه والنص ما محصيش كيقول لك هذوك اللي ما محصيش ما يستافدوش وساكنين كون عام كانوا ساكنين وباني الناس ساكنه وباني وما مستافداش راه حشومه الناس اكثر هي فلوسها وحوايجها وما مستافدينش راه بزاف حتى حنا خصو يديروا معنا شي حل وعاش الملك حنا كنمشيو نطلبوهم عا باش يستقبلونا ما استقبلوناش علاش حنا ماشي مواطنين علاش عين هاجروا حنا هاد البلاد ونخويو لهم حقوا الاولاد ماتوا مشاو للبحر وماتوا كل شيء مات هاجروا على قبل الظلم على قبل الظلم ولادنا قارين، زينين مشاو هاجروا وماتوا في البحر علاش على قبل الظلم على قبل الحقوق ما كيعطيوهاش الانسان حشومه وعيب خويا كان انا ما كنتش هنا كنا في مولاي عبد الله جات عندنا البنيه 2020 في وعشرين في شهر 4 ذات الاحساء ما تحصلناش وانا ساكن هنايا 10 سنين وانا هنايا في المحل هذا وما تحصلينش ما عندي فين نمشي انا وهاد الوليدات هادو ما عندي فين نعطي راسي ما عندي باش نكري ما عندي حتى فين نعطي راسي من اللي جيت غنبات في الزنقه انا والدراري هادو ما عندي فين نمشي هانتوما تشوفوا في حالتنا وتتشوفونا حنا جالسين هنايا ضايعين ولادنا ضايعين ومدرسه بعيده وكل شيء بعيد ودابا جاونا قالوا لينا عاد تحيدو ما حصاونا ما حتى حاجه ما عطاونا ما والو قاسين جالسين دابا عيريبو لينا باقي ما عرفنا روسنا فين عم نمشيو